وسط غياب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي لم يرسل ممثلين عن أمانة الجامعة أيضا، إلى جانب غياب معظم الوزراء باستثناء وزراء خارجية كل من تونس والجزائر والسودان وفلسطين وجزر القمر، إلى جانب وزير الدولة القطري. استهلت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش كلمتها بالتأكيد على أنه اجتماع تشاوري غير رسمي يتناغم مع ما اتفق عليه وزراء الخارجية العرب في فبراير 2021 من أهمية تكثيف الاجتماعات التشاورية. وعلقت الوزيرة أيضا بأن هناك من استكثر على طرابلس استضافة اجتماع تشاوري عربي قد لا يتجاوز زمن انعقاده بضع ساعات. استغربنا عدم تعاون بعض الدول، وأعتقد أن هذا عدم التعاون نتمنى أن لا يؤثر في المشهد السياسي الليبي، لأن إحدى عراقيل أو تحديات استقرار ليبيا هو موضوع الاستقطاب السياسي، فنتمنى أن لا يكون هذا الحال في المستقبل. حكومة الوحدة الوطنية اعتبرت اللقاء الوزاري استمرارا لتعهداتها السابقة بإجراء انتخابات في ليبيا، مؤكدة أن وحدة البلاد أمر محتوم لا يتجاوز كونه مسألة وقت، وسيتحقق بإرادة الليبيين ودعم الدول الشقيقة والصديقة. هذا سينعكس إيجابا على الملف الليبي ويحد من حدة الاستقطاب، وهو ما يتيح ويسمح لأي مبادرات لم شمل تتجه نحو المصالحة وتتجه نحو الانتخابات هي ستكون ممكنة بوجود بيئة وأجواء أكثر انسجام. من جانبه لفت المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى الحاجة الملحة إلى تكوين هياكل تستمد شرعية من الانتخابات لاستدامة تقدم ولتستعيد ليبيا موقعها داخل الأمم المتحدة، داعيا كل الأطراف الفاعلة إلى دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل في أقرب وقت ممكن. رغم التجهيزات الواسعة لاستقبال الوفود الوزارية في العاصمة طرابلس، غابت معظم الدول العربية عن الاجتماع الوزاري التشاوري، غياب وجدت فيه الخارجية الليبية فرصة لتأكيد ضرورة التضامن العربي مع ليبيا وتحويله إلى واقع ملموس للمضي نحو انتخابات عامة في عموم البلاد. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.